أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة السابعة 7 يونت الدراسة Studies الدرس 62 62 الدرس الثاني وستون 62 lesson التدريب الثالث third exercise بين الجملة والصورة المناسبة. Join the sentence and appropriate picture. Miss Sarah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ji, the first sentence, Ustad. Ahmadu yazhabu ila al-madrasati yazhabu bil-hafila. It is Surah Al-Thani. لا The third picture, sir. next سورة الثالثة Salisa, okay. The next one, Ustad. yes Ana talibun fi kuliyati tib fi jamiatil Kahira. Jamiatil Kahira. Suratul Akhira. okay أنا طالب في كلية تربية في جامعة الأم القرى. أم الكرة أم القرى. أستاذ السورة الأولى. زينب تذهب إلى البيت. تذهب بالسيارة. The third picture, Ustad. السورة الثانية سل بين السؤال والجواب المناسب join the question and the appropriate answer Mr. ياسيني السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته متى يبدأ read this one متى يبدأ اليوم الدراسي؟ ما الجواب؟ يبدأ الساعة السابعة صباحا. الساعة السابعة الساعة السابعة. متى ينتهي العام الدراسي؟ متى ينتهي؟ ينتهي الساعة الرابعة عصرا. ينتهي العام الدراسي education year not education year متى ينتهي العام الدراسي؟ أيوة، متى ينتهي في شهر رمضان. إلى أين تذهب الآن؟ إلى أين تذهب الآن؟ الآن إلى المكتبة. متى يبدأ العام الدراسي؟ يبدأ في المحرم. متى ينتهي اليوم الدراسي؟ ينتهي الساعة الرابعة العصر. ماذا تفعل في الاستراحة؟ اقرأ الكتاب أو صحيفة. أقرأ اقرأ الكتاب. الوحدة السابعة 7th unit الدراسة studies
الدرس الثاني وستون 62nd lesson التدريب الخامس 5th exercise اقرأ الفكرة read the paragraph ثم أجب عن الأسئلة then answer the questions. عائشة سامية كيوم السلام عليكم. وعليكم السلام إدرس أختي مريم طالبة في جامعة دمشق. جامعة دمشق في سوريا. مريم تدرس في كلية الطب وستكون طبيبة إن شاء الله. تسكن مريم مع الأسرة في شقة. أسرتي الشقة بعيدة أسرتي في شقة. الشقة بعيدة عن الجامعة أنيل عن الجامعة وتذهب إلى الجامعة بالحافلة. مريم تدرس في الصباح والمساء وتذهب إلى المكتبة والمختبر. أين تدرس مريم؟ مريم في أي كلية تدرس؟ تدرس في كلية الطب. أين تسكن مريم؟ تسكن مريم مع الأسرة في الشقة. هل الشقة بعيدة عن الجامعة؟ كيف تذهب إلى الجامعة؟ Okay, Miss Sara, you complete this. It is كيف تذهب إلى الجامعة Yes. بالحافلة. Okay. Okay, and the next one is هل تدرس مريم في صباح؟ السلام عليكم. مريم تدرس في الصباح والمساء. هلو. Next. هل تذهب مريم إلى المختبر؟ تذهب إلى المكتبة والمختبر. When a question نعم. has the word hal, we better use Okay, so it'll naam be or نعم. la in the answer. نعم. Okay, نعم. sir. naam تذهب للمختبر. تدريب السادس اقرأ الفكرة ثم دع علامة صحيح أو خطأ. Read the paragraph then put the check mark or cross. Read this. Yes, sir. Should I read? Yes. أوكي. صديقي أحمد طالب في الجامعة أم القرى. أمّل جامعة الأم القرى في مكة. أمّل أحمد كورا يدرس سوري سا أم القرى. أمّل أوكي. جامعة أم القرى في مكة. أحمد يدرس في كلية التربية كلية وسيكون تربية كلية التربية وسيكون مدرسا إن شاء الله. يسكن أحمد في بيت. البيت قريب من الجامعة ويذهب إلى الجامعة بالسيارة. بالسيارة أحمد يصلي الفجر والعشاء في المسجد الحرام. Next. أحمد مدرس في جامعة أم القرى. صحيح. أحمد يدرس so he's a student not the teacher it's أوكي. خطأ أوكي. So it will be خطأ. yes أوكي سا. أحمد سيكون مدرسا. أحمد سيكون
مدرس سيكون نعم صحيح. يسكن أحمد في الشقة. يسكن أحمد في الشقة. فتى. بيت أحمد قريب من الجامعة. صحيح. يذهب أحمد إلى الجامعة بالسيارة. سيارة. صحيح. أحمد يصلي الفجر في المسجد الحرام. صحيح. أحمد يصلي العشاء في المسجد النبوي. خطأ. مستر ياسيني، do you hear us؟ Yes. الوحدة السابعة، الوحدة السابعة. الدراسة، الدراسة. دراسة، الدراسة. الدرس الثاني والستون، الدرس الثالث والستون. ثاني وستون، ثاني. الدرس الثاني والستون. التدريب الخامس، التدريب الواحد. خامس، خامس. التدريب الخامس. اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. اقرأ اقرأ الفكرة، اقرأ الفكرة. فكرة، سترة. ثم أجب عن اقرأ. الأسئلة. اقرأ السترة. أختي مريم طالبة في جامعة دمشق. أختي مريم طالب في جامعة دمشق. طالبة، طالبة في جامعة دمشق. جامعتي، جامعة دمشق. دمشق، دمشق. جامعة دمشق في سوريا. جامعة دمشق في سوريا. مريم تدرس في كلية الطب. مريم تدرس في كلية طب. طب، طب. وستكون طبيبة إن شاء الله. وستكون طبيبة إن شاء الله. تسكن مريم مع الأسرة في شقة. تسكن مريم مع الأسرة في الشقة. في شقة. الشقة بعيدة عن الجامعة. الشقة بعيدة عن الجامعة. وتذهب إلى الجامعة بالحافلة. وتذهب إلى الجامعة بالحافلة. مريم تدرس في الصباح والمساء. مريم تدرس في الصباح والمساء. وتذهب إلى المكتبة والمختبر.
وتذهب إلى المكتبة والمختبر. نعم يا كيوم. السلام عليكم. وعليكم السلام. Repeat. أوكسر. الفقرة. اقرأ الفقرة. ثم ضع علامة صحيح. ثم ضع علامة الصحيح. خطأ. صحيح خطأ. أو الخطأ. أو الخطأ. صديقي أحمد طالب في جامعة أم القرى. صديقي أحمد طالب في جامعة أم القرى. أحمد أكثر. صديقي أحمد طالب في جامعة أم القرى. جامعة أم القرى في مكة. جامعة أم القرى في مكة. جامعة أم القرى. جامعة أم القرى في مكة. أحمد يدرس في كلية التربية. أحمد يدرس في كلية التربية. وسيكون مدرسا إن شاء الله. وسيكون مدرس إن شاء الله. مدرسا. مدرسا. أوكي. يسكن أحمد في بيت. يسكن أحمد في بيت. البيت قريب من الجامعة. البيت قريب من الجامعة. ويذهب إلى الجامعة بالسيارة. ويذهب إلى الجامعة بالسيارة. أحمد يصلي الفجر والعشاء في المسجد الحرام. أحمد يصلي الفجر والعشاء في المسجد الحرام. في المسجد الحرام. Samia, you are from which city? راولبندي سر. Okay. Which area of Rawalpindi? Sir, Asghar Mal College, Degree College, near Holy Family Hospital. Okay, you are quite near. Yes, Alhamdulillah. صحيح أخطأ بالضبط بشكل الكلمات التي تعطاها. Correct the mistake of the vowel in the following word with the underline. So can anyone tell me what is the mistake in this word? Anyone? Assalamu alaikum. Can you hear me now? Assalamu alaikum.